أهلا بلبل، أتريد الغناء معي؟ هيا حاول، سوف تستمتع. أسمع أصدقائك. الكل جاهز؟ فلنسمع بلبل. لا بأس، حاول مجددا. من الطبيعي أن تتوتر. التوتر شعور مزعج يصيبنا عندما نقلق بشأن أمر ما سيحدث. سيشعر شخص آخر اليوم بالتوتر، لنرى من. ايه، من ايام ما كنتي عم تعملي معرض لوحاتك، شايفة شو زمان؟ ما بتتخيلي قدي مشتاقة اشوفك. حبيبتي، انا اللي ما بتصدي قديش مشتاقة اشوفك، وعم بستناكي يا فنانتنا العظيمة رمانك. بستناكي. يلا شوفك بعدين. بستناكي. هادي يا ماما. ماما، شو؟ سمعتك على التليفون عم تحكي مع حبيبة قلبك رمانة، جاي لعنا اليوم؟ مزبوط. من غير ما تطلبي، عم بحضر لكم وصفة من الآخر، من دفتر الوصفات تبعي طبعا. شو؟ دفتر وصفاتك ما دفتر وصفاتك؟ لا بلا دفتر وصفاتك، خلينا نعمل وصفة من الإنترنت أحسن. ليش شو ماله دفتر وصفاتي؟ ما ثلاث أرباعه من الإنترنت أصلا. معزوزة! معزوزة! وين مختفية؟ تعي نلعب. معزوزة متحمسة كتير اليوم. معزوزة كتير مبسوطة اليوم لأنه جاي عنا الفنانة رماني. الفنانة رماني. رماني؟ شو في جد؟ تيتا نور، قصدي أقول لك إنه الفنانة رماني فنانة مشهورة كتير وشاطرة كتير، عشان هيك هو متحمس يشوفها. شو رأيك يا جاد لما بتجي الفنانة رماني ترسم لها رسمة حلوة من رسماتك مشان تعرف قديش أنت بتحبها ومعجب فيها؟ تمام. يعني أنت بترسم لها رسمة وأنا بعملها أغنية. بقى يعني ثلاث ساعات لتجي، يلا ما ضل معنا وقت، يلا استعجلوا. لازم نجيب غرض الرسم تبعي بسرعة. اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا. عرفت ايش بدي اغني. اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا. انا بحبها كتير لرماني، ولهيك رح ارسم لها رسمه حلوه كتير. كتير حلوه الفكره جاد. بتعرف بدي احكي لامي تخبر كل اصحابنا يجوا يشوفوا رماني يسلموا عليها، كتير رح ينبسطوا بس يشوفوها. ومش بس رح يشوفوها، رح ياكلوا حلوياتي ويسمعوا بسمه تغني يشوفوا رسمتك. خليني أروح أبلش. ماشي، وأنا كمان لازم أتمرن وأتمرن وأتمرن. ياي جاد، تعرف شو؟ يا ريت فيي أنا أرسم زيك الفنانة رمانة. يعني حدا مشهور كتير 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 وشاطرة كتير، فهمت علي؟ أيوة مزبوط، هاي رمانة أشهر فنانة بالبلد، مش بس بالبلد، بالعالم، لا 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 لا، بالكون كله. صح، هي مشهورة كتير ولهيك لازم أتدرب كتير. طيب بشو لازم أبدأ؟ بشو لازم أبدأ؟ تفاحة. ياي شو هالجزر الحلوة. ها جزرة.
طيب رح شوف شغلة تانية اتدرب عليها. رح ارسم معزوزة. تمام. شكلها بيشبه ال... بعرف بعرف بعرف، بيشبه جزر بأربع رجلين ودنتين عم يأكلوا شغلة مدورة. يعني الجزر شكله حلو. جاد أنا اتصلت بالجيران منشان يجوا يشوفوا الفنانة رمانة ويشوفوا لوحتك كمان. كل الجيران؟ كل الجيران وصحاب الجيران وصحاب أصحاب الجيران وكل الناس. المهم أنت تكون جاهز. تمام؟ جاد؟ ليش إيدك عم ترجف؟ ما بعرف، حاجة ترجي، حاسس بشعور غريب، ما عم بحسن أرسم. جاد؟ أنت منيح؟ ما بعرف، إيدي عرقانين كتير وقلبي عم يدق بسرعة، ماني عارفان شبني. توتر يلي بتحسه عند التحدي مرات منحسه، قلبه عم يخفق كتر الدقاته، صوته صار يرجف ضعف كلماته، شي بطنه وجعه وعرق دياته، وشه صار احمر حامي بحسه. هو التوتر كنا منحسه ممكن يتحسن هذا المنحسه. شو رح تعمل جاد؟ أنا متوتر، ما بعرف شو رح أعمل. بس ليش؟ يعني أنت أحسن فنان أنا بعرفه بالعالم. ش أنت كم فنان بتعرفي بالعالم يا بسمة؟ طيب بيض حطينا، طحين حطينا، سكر حطينا، تومي؟ ليش في تومي بالوصفة؟ يا سلام مسكرحتها ولا المنظر، وهي حلويات هادي جاهزة. وأنا جاهزة. أسمعك الأغنية اللي بدي أغنيها. خليها مفاجأة. خليها مفاجأة. أنا جاهزة. جاد سمعت أغني وأنا حلوياتي تقريبا جاهزين. شو جاد جاهز؟ وين جاد؟ عزوزة وين جاد؟ يا جماعة في حدا شاف جاد؟ لا يا جاد جاد. جاد 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 جاد. جادو شوفي حبيبي شو القصة؟ تنور يا تنور. حبيبي احكي لي شو قصتك؟ ممكن تساعديني؟ اكيد يا قلبي بساعدك. خير؟ الفنانة رماني جاي وبدي ارسم لها رسمة حلوة كتير. مزبوط. بس انا متوتر كتير، ما بعرف شو بدي اعمل، ساعديني. انا بعلمك يا حبيبي شو تعمل. انا لما اكون متوترة على طول بحط ايدي على بطني وبتنفس من بطني، يعني بعمل هيك. لما يكون شعورك قوي ومش عارف شو بيك، عندي طريقة بتهديك، خلي عبطنك ايدك، خد نفس عميق، خد شهيق، خد نفس عميق، خد شهيق زمهيق، شهيق زفير، شهيق زفير، شهيق زفير. تيتا نور يا تيتا نور. نعم حبيبي. شكرا يا تيتا نور. عفوا حبيبي. انا هلا حاسس حالي احسن وبقدر ارسم رسمة حلوة كتير للفنانة رماني. تمام.
نورتينا. وأنا كمان مشتقت لك كتير كتير كتير. شو رأيك تجي تشربي لك فنجان قهوة عندي لبين ما تبلش الحفلة؟ اشتقنا لك زمان عنك. أهلا فيكي. وهي أسكى كيك لأحلى رمانة. يعني أطيب من يلي عملت لي إياه المرة الماضية؟ هي المرة الماضية أنا كنت يعني عم بعمل تجارب هيك شطة مع الحلويات وهيك. مرحبا أنا بسمة وهذا صديقي جاد. أهلين جد؟ 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 هو أشطر رسام بالعالم من بعدك طبعاً. ست رمانة؟ أنت منيحة؟ ليه إيديك عم ترجف؟ ما بعرف يمكن أنا موترة شوي. أنا بعرف هذا الشعور كتير منيح. أنا كنت متوتر عشان بدي أرسمك، بس أنتي ليش متوترة؟ سمعت إنه في فنان اسمه جاد بده يرسمني وعمري ما حدا رسمني قبل هيك. وهذا اللي خلاكي متوترة. لما حسيت بهذا الشعور تيتا نور ساعدتني وصرت أحسن. يمكن فيك تساعدني. تمام. أنا تنفست شوي من بطني وبعدين حسيت حالي صرت أحسن وبقدر أرسم لك لوحة حلوة كتير. حلو كتير. كتير أحسن. أنا يا جماعة كتير محمسة لأنه جاد حيرسمني اليوم. شكراً. اهلا وسهلا شرفونا احبابينا. اهلا وسهلا شرفونا احبابينا. إنني سعيد لأن جاد تعامل مع توتره. هيا نجرب مرة أخرى. بسمة جاد وكل الأصدقاء، هيا سنبدأ بمنوعات أهلا سمسم. نهاركم سعيد حبايب قلبي، وأهلا وسهلا فيكم بمنوعات أهلا سمسم. هادي؟ نعم. المجهز يحكي القصة ونحن جاهزين نسمع القصة. يلا بس لا تنسى موضوع الوقت. تمام؟ ماشي ماشي تمام. لينا نعرف شو صار مع إلمو الأخبار. الفنانة رمانة زارتنا اليوم وجاد أراد رسمها ولكنه شعر بالتوتر. هادي؟ نعم إلمو. شو رأيك لما تيجي رمانة مرة تانية إلمو يهديها بالون كبير أو بسكليت أو بالون كبير مربوط عليه البسكليت؟ حبيبي إلمو بتقدر تهديها إيش ما بدك، بس خلينا نكمل عشان الوقت. ماشي 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 يلا.
ولاحقا حاول جاد أن يرسم، ولكن رسماته لم تعجبه لأنه كان متوترا، فاختبأ خلف شجرة الكرز. وعندما رأوا جاد مختبئا أخبرهم بأنه متوتر، فساعدته تيتا نور وجعلته يتنفس من بطنه، وبعدها اكتشف جاد أن رمانة متوترة لأنه يريد أن يرسمها. شكرا كتير لإلمو. خلونا هلأ نعرف الأطفال شو بدهم يحكوا عن شعور التوتر مع فقرة احكي عن الشعور مع جابو. شعور التوتر. التوتر هو شعور مزعج بيصيبنا لما نشعر بالقلق لما يكون في شي رح يصير. وهلأ رح نعرف مع الأصدقاء عن شعور التوتر. عمر بدي أسألك سؤال، عمرك توترت مثلي؟ متى؟ لما بروح أشتري تياب قبل العيد. أنا بتوتر من الدروس. لما بتحسي حالك متوترة عند مين بتروحي؟ عند ماما أبوي لأصحابي وإخواني. بسأل مثلاً أمي بقول لها ماما معلش تساعديني أنا كتير متوترة. إحنا عم نرقص هلأ عشان يصير شعورنا أحسن ونبطل متوترين. نطي نطي فوق. وهيك عرفنا من الأصدقاء كل شيء له علاقة بالتوتر. شكراً قرقور على هالأسئلة الحلوة والأطفال على هالأجوبة الرائعة. خلينا نتعلم الشعور بلغة الإشارة. لغة الإشارة التوتر. التوتر حاول معنا. التوتر حاول مرة أخرى. التوتر. وهيك بنكون تعلمنا شعور التوتر بلغة الإشارة. هلأ صار دور ضيفنا المميز. مين ضيفنا المميز هادي؟ هلأ منعرف مين ضيفنا. خلينا نشوف ونتعرف أكتر على ضيفنا. أنا اسمي حلا الأسطل عمري 7 سنين. أنا كتير شاطرة بالمدرسة وبحب أدرس مع ماما. عم بلعب بالألعاب تبعولي، بلعب مع أصحابي. وقت لما أصير كتير كبيرة رح أصير معلمة. رحبوا معانا بضيفتنا الطفلة الرائعة المميزة الأمورة اللذيذة حلا. حلا كيف حالك؟ نحن كتير مبسوطين انك معانا اليوم. شو بنادولك في البيت؟ شو بدلعوكي؟ جعفر. جعفر بنادوكي؟ ليه؟ هذا اسم ولد. طيب حلا احكي لي ايش هواياتك؟ السباحه والتمثيل. يعني بتمثلي وين؟ بالبيت بس. بالبيت بتمثلي؟ مين؟ وينه؟ ايش في؟ انت وينه الشاطر بالتمثيل؟ سمعت انه في حدا شاطر بالتمثيل. هيا قرقور هاي بدي اعرفك على صديقتنا حلا. حلا اهلين يا حلا. هي كثير شاطره بالتمثيل. تمام، إذا أنت شاطرة بالتمثيل خدي هذا الاختبار. أعطيني وجه واحد حزين. حلا لا تحزني حلا. طيب عم بتمثلي. صح نسيت. نسيت. طيب وجه واحد معصب. يمه خوفتيني. ليش معصبة علي؟ طيب وجه واحد زيي يعني بيستحي. حلا. على فكرة أنا كمان شاطر بالتمثيل. شوف هذا رأس. هذا رأس يا قرقور. عن جد؟ غيروا اسمه فكرته تمثيل. لا. طيب حلا عمرك حسيتي بالتوتر؟ من إيش بتتوتري؟ من أشياء. يعني بالعادة من إيش بتتوتري؟ ما بعرف، في أوقات إنه لما يعني مثل هيك يعني مثل هيك قاعدة بتوترك؟
احنا اسفين مو قصدنا، بدنا اياك تكوني مرتاحة. طيب مشان يروح التوتر، شو رأيك شو رأيك نتنفس؟ انا جاهز. ونلعب، جعبالك تلعبي؟ خلينا نشوف حالة عند دولاب الألعاب. نشوف هلا أي لعبة راح تلعبي، لو سمحتي لفي دولاب الألعاب. يلا لفوا لفوا. كثير شغلات ممكن يكون. بس على حظك طلعت جوابك بالحرف. شوفي حالة، هاي اللعبة بسيطة بس نفس الوقت ممكن تكون صعبة لأنه بدها تركيز. تمام؟ أنا رح أعطيك حرف اللي هو حرف الحاء، ورح أسألك مجموعة من الأسئلة لازم تجاوبي باستعمال حرف الحاء يكون أول حرف بالجواب. تمام؟ معانا بس 45 ثانية. حلا جاهزة؟ جاهزة. يلا. إيش اسم الحيوان اللي كتير كبير بالبحر بيعيش زي السمك شكله؟ صح. إيش بنركب حيوان وكتير بيمشي فينا سريع هيك صوته؟ حصان. صح. ايش بنطلع من البقرة وبنشرب منها الصبح؟ حليب. صح. ايش بنلبس برجلنا؟ حذاء. طيب ايش بنحط في داننا؟ سماعات. حلق. لما نتصور ونعمل البرواز وين بنعلقه؟ على الحيط. صح. وين منروح من قص شعرنا؟ حلاق. صح. حلا هيك بكونوا خلصوا 45 ثانية. انت كتير 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 كنت شاطرة. واو حلو كتير حبيت. رحبوا معنا بضيفتنا لليوم الفنانة المميزة صاحبة الصوت الرائع وعد. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. نورتينا وشرفتينا ومبسوطين وسعداء كثير انك معنا. ثانك يو يا حبيبي، الله يسعدكم. ثانك يو. وعد حبيبتي، انا بحب اغني. عن جد؟ بس احيانا يعني مرات لما اكون بدي اغني قدام الناس بتوتر. ليش تنصحيني؟ اوكي انا عندي نصيحه لك ممتازه. اول شيء انت صوتك حلو. خلاص كثير حلو صوتك. لازم تفكري انه انت بنت حلوة وصوتك حلو. تمام. وزي ما قلنا ناخد نفس. اوكي وعدي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 وعلى طول تزبط. شو حلو. شكرا. حلو هالنصيحة كثير. شكرا وعد. عن جد شكرا. يمكن هلا اجى الوقت انه نغني. شو رايك نغني؟ نرتاح. يلا ابتعد اعصابع ايدك، ابتعد اعصابع ايدك، هذا العد كتير بفيدك. رح مثلك هالهمسة عد من الواحد للخمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ابتعد اعصابع ايدك، هذا العد كتير بفيدك. لما تجرب هذا الحظ رح تشعر انك افضل. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. شكرا لكم كثير. شكرا للفرقة الموسيقية المو كعكي، وشكر كثير كبير لوعد. كثير انبسطنا انك كنتي معنا اليوم. خلكم دائما متابعينا ومستنينا بضيوف جداد والعاب جديده في منوعات اهلا سيم.